فين يا عم بهنسي؟ حسن ده كله عشان حسن ما اعرفش. فين حسن يا عم بهنسي؟ ما اعرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذه حضرتك عندك اولاد؟ لا لا مؤاخذه حضرتك عندك اب؟ ايوه. لا مؤاخذه ابوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ اوه لا خلاص، لما ابوك يعرف ابنه فين انا كمان اعرف ابني فين. يا باشا انا شايفه بعناية خارج من الحاره لابس ومتانتج زي عادته كل ليله خميس وليله حد. بيروح فين كل ليله خميس وحد؟ الله اعلم يا باشا. وبيروح ساعه كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس اكيد بيرجع لما القهوه تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليلة خميس وليلة حد لابس ومتأنتك. كل ليلة خميس وحد لابس ومتأنتك. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. لابس ومتأنتك. منتصر. منتصر. انت معايا يا معتصم؟ هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتهنتك؟ الهدف لابس ومتهنتك يا فندم، قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرى ايه يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادت؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الاداره الا هو معايا يا فندم. لابس ومتهنتك. ملابس. استاذ استاذ يا استاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب طيب الصبر طيب، ما حدش بياكل اكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبالي نفسك بيها على المؤسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن، ومن غير ما نعمل شوشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه واحده. ثانيه واحده. وانت بقى تبع اهل العروسه ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح، احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن ده، لسه الحلو بقى كمان غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت له المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثيف. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا فيلة مفترجة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق، رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق، مفيش فايدة يا جدع. هيا أنا دايم زي ما قلت لك. خلصت يا حسن؟ خلصنا يا سيدي، مفيش داعي للحل، ده حاجة تقرف. اتفضل. أنا أذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني، أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. امال اقول ايه؟ تقول الحقيقة. ماشي. الحقيقة انه حلم. حسن. حسن. أنت قاعد على القهوة، سمعت ناس بتتكلم. قول لي أساميهم، ما تخافش. طب بلاش. مش عارف أساميهم، اوصفهم. القهوة ما حصلش فيها حاجة. يبقى في صالون الحلاقة بتاع والدك. زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه، انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه بحالها ورا الموضوع ده، وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك. ها ده من حسن حظي. طيب حس كده بقى، انا هقول لك على كل حاجه بصراحه.
وانا بقى مستني اللحظه دي من زمان. وانا في الفرح شربت كاسين، بعد الكاسين خدت حتتين لحمه، دخل عليهم صدر رومي مع شويه رز بالخلطه. طبعا تقلت، وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اتكلم مع حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم، حسن بيه في اي بي 5 نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترم. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين اهي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل، بقى قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه اهو. جرع خليل، يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟ قولك للحقيقة فيه 7 فوائد. أولا، ترضي الله والرسول لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانيا، تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثا، تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت انه متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية اكبر من كده. انا سمعت من مصدر موثوق بيه انه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص، اصله هدد واحد من مباحث امن الدولة ولخبط معاه في الكلام، والظاهر كده انه طلب انه نشغلوه. قالوا له احنا مالنا؟ اهو هيتربى وخلاص. انا بقول نعمل معاه واجب. اي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيدة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك شيخنا احسن.